بمطرقته وفور الانتهاء من تلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشيل عون التي تتعلق بتأليف الحكومة، رفع رئيس المجلس النيابي نبيه بر الجلسة إلى الثانية من بعد ظهر السبت لمناقشتها، وقطع الطريق أمام طالبي الكلام فسحا في المجال أمام ضبط سقوف المداخلات، مستخدما النص الدستوري الذي يعطي المجلس مهلة 24 ساعة لدراسة الرسالة بعد تلاوتها. قامت رئيس الجمهورية للمجلس جانب الأمانة العامة لمجلس النواب، الموضوع رسالة موجهة من السيد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى مجلس النواب. حضرت الكتل النيابية الجلسة إضافة إلى الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جبران باسيل، ورصدت كاميرا الجديد الحريري لدى دخوله الجلسة حيث مر قرب باسيل ولم يلتفت إليه ولم يلقي التحية عليه، وبعد 5 دقائق أقدم باسيل على الخطوة نفسها وتقصد ألا يعره الانتباه، وهذا ما عكس الجو المتشنج بينهما. وكان الرئيس بري قد التقى الرئيس الحريري قبيل انعقاد الجلسة ونسق معه منذ الأمس مجريات هذه الجلسة وحصرها في تلاوة الرسالة فقط، في مسعى لتخفيف الاحتقان الذي برز الخميس في الشارع من اعتداءات على الحافلات والمرة وعدم تأزيم الوضع أكثر سياسيا. وسيفتح بر المجال لطالبي الكلام من النواب في جلسة السبت بعد أن ينتهي الرئيس المكلف سعد الحريري من الرد بكلمة شاملة على كل النقاط الواردة في رسالة الرئيس ميشيل عون لمسار التأليف من غير الدخول في سجال صلاحيات، في مقابل تمهيد النائب جبران باسيل بأنه سيكون له كلمة عالية السقف في جلسة المناقشة، فإن كتلة المستقبل جاهزة للرد عليها عبر نوابها وتحديدا المسيحيين منهم. وكانت قد عقدت الكتل النيابية اجتماعاتها لتحديد مواقفها، إذ ستبقى كتلة الوفاء للمقاومة ملتزمة الحياد بين الرئيس الحريري والنائب باسيل، وكتلة التنمية والتحرير ستكون متماهية مع مواقفها السابقة بالتصويب على أزمة الثلث المعطل، وموقفها مندرج تحت سقف توجه رئيسها الذي رأى أن الخلاص من الأجواء السياسية المحمومة لن يكون إلا في الإسراع في تأليف الحكومة اليوم قبل الغد، مؤكدا ضرورة التلاقي للخروج من الأزمة التي نرزح تحت وطأتها. وهذا يلاقي اللقاء الديمقراطي في دعوته إلى السير نحو التسوية. أما ما نشر من أخبار عن مسعى يقوم به الرئيس نبيه بري لجمع الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جبران باسيل على لقاء عشاء في عين التين، فنفاه مستشار الرئيس الحريري الإعلامي حسين الوجه قائلا إنها شائعات كاذبة ولا تمت إلى الحقيقة بأي صلة، كما تؤكد المصادر أن اعتذار الحريري عن عدم التأليف غير مطروح. روان دبوخزام، قناة الجديد.